مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. المصدر أونلاين للمرة الثانية، محكمة حوثية تقضي بإعدام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق. وفي صحيفة العربي الجديد تجيب على تساؤل ماذا يأمل اليمنيون في العام الجديد؟ ومن الأخبار المنوعة اندلاع النار في مريضة أثناء عملية جراحية. يشهد سوق الصرف اليمني اضطرابا بحسب موقع يمن مونيتور، منذ فرض الحوثيين إجراءات تمنع التعامل بالطبعات الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتهم. ويظهر هذا الاضطراب تفاوتا كبيرا في قيمة العملة بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. وقال صيارفة في صنعاء إن قيمة الدولار تساوي 575 ريالا، فيما تساوي في عدن 613 ريالا. مراسل يمن مونيتور في صنعاء قال إن جماعة الحوثي تقوم بمصادرة ملايين الريالات من أموال التجار والمسافرين في نقاط التفتيش على منافذ العاصمة من الطبعات الجديدة للعملة. أما بالنسبة للتحويلات، فإن شركات الصرافة في صنعاء ترفض تحويل العملات الأجنبية وتشترط صرفها في صنعاء قبل تحويلها إلى عدن. الخبير الاقتصادي اليمني فاروق الكمالي قال إن قرار الحوثيين أدى إلى إرباك السوق وضغط رهيب على البنوك وشركات الصرافة بسبب زيادة حجم التحويلات المالية من مناطق الشرعية إلى مناطق الحوثيين. وحذر من أن استمرار الحوثيين في منع ذلك سينتج عنه استنزاف للعملة بالمضاربة، وسترتفع الأسعار وتستنزف السيولة في الشمال، ولن يحقق الحوثي أي مكاسب. المتاجرة بدماء الأطفال، هذا ما اختاره عبد الباري طاهر عنوانا لمقاله المنشور في موقع المشاهد نت، والذي قال فيه: تجنيد الأطفال عادة شائعة ومتوارثة لعقود وعقود، ولكنها في أزمنة الحرب المتواصلة والمتناسلة تنتشر وتتسع كظاهرة فاشية وكجريمة من جرائم الحرب، إذ لا تقف مخاطرها على الحاضر وإنما تمتد إلى المستقبل اليمني كله. حرب انقلاب 21 من سبتمبر 2014 وامتدادها إلى مختلف المناطق واستدعاء الصراع الإقليمي الإيراني السعودي الإماراتي عطل كل مظاهر الحياة وسبل العيش الكريم، فلا زراعة ولا مرتبات ولا تعليم لتصبح وسيلة العمل الوحيدة الحرب. اتساع رقعة الحرب في طول اليمن وعرضها وامتدادها في الزمن إلى 5 أعوام جعل من الأطفال وتجنيدهم بالمئات والآلاف قاسما مشتركا أعظم بين مختلف أطراف الحرب على كثرتهم. الحرب كلها جريمة وأكثرها بشاعة تجنيد الأطفال، لأنها تدمير لحاضرهم وقطع الطريق على مستقبلهم وأمالهم في حياة آمنة ومستقرة. طول أمد الحرب يضاعف كارثة تجنيد الأطفال ويحرم المئات والآلاف من الدراسة وحقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية في اللعب والحياة الآمنة والمطمئنة، كما يشير الملخص إلى الانتهاكات الجزيمة المقترنة بتجنيد الأطفال، ما فيها القتل والاختطاف والاغتصاب والعنف الجنسي، إضافة للإصابات البالغة وسوء المعاملة ومواجهة ظروف تجنيد قاسية. إن الحرب الإجرامية ترهن مستقبل اليمن للميليشيات المسلحة، والطفولة لا تتقن ولا تجيد غير القتل والعنف واستخدام السلاح. حتى بعد أن تسكت المدافع ويخفت صوت أزيز الرصاص، فإن الآثار الكارثية ستستمر إلى المستقبل المحروم من الطفولة. معروف أن تجنيد الأطفال دون سن 15 جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني وفي المعاهدات والأعراف، ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تجنيد الأطفال دون سن 18 جريمة حرب، ويعد أطراف النزاع المجندين الأطفال في قائمة العار، وإنه لعار أي عار. قادة الميليشيات وتجار الحروب المتاجرون بدماء الأطفال بخاصة ودماء شعبهم بعامة لا يهمهم أن تدون أسمائهم في قوائم العار، فما يهمهم هو تكديس الأموال الحرام ومراكمة ثرواتهم من دماء وأشلاء اليمن. ليست المرة الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة التي يحكم فيها الحوثيون، كما ورد في موقع المصدر أونلاين، بإعدام رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك ووزير الخارجية السابق خالد اليماني. المحامي عبد الباسط غازي قال في منشور على حسابه في فيسبوك إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكمها بالإعدام تعزيرا بحق عبد ربه منصور هادي ومعين عبد الملك وخالد اليماني.
لم تكتفي بذلك فقط، بل وأيضا بحسب الموقع قضى الحكم بمصادرة أموال الثلاثة وممتلكاتهم الثابتة والمنقولة. وتبع غازي الذي تم تنصيبه من قبل المحكمة للدفاع عن المحكومين، لا ندري كيف سيكون الحكم على قرابة 500 مواطن يمني في داخل اليمن وخارجه، متهمين أو متهمين بالخيانة والارتساق والتخابر وإعانة العدو. ناشطون حقوقيون قالوا إن المحاكمات الحوثية تهدف إلى البسط على ممتلكات المعارضين لها، ممن لا تزال أموالهم وممتلكاتهم في العاصمة صنعاء. وبعيدا عن محكمة الحوثيين وأحكامهم، يقول موقع المشاهد نت إن اليمنية سارة إبراهيم التي تقيم في ماليزيا منذ 3 سنوات ونصف شقت طريقها من خلال تصميم الأزياء بعد مشاركتها في بازار دولي في كوالالمبور مثلته السفارة اليمنية في ماليزيا بعرض أزياء من التراث اليمني. وارتدت عارضات أزياء سوريات الموروث اليمني وتم تصميمه بلمسة عصرية جذابة كالأزياء التي انتشرت مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي ونالت إعجاب الكثيرين من عرب أو أجانب. تقول سارة للمشاهد: بعد المشاركة كان في البازار الدولي انهالت علي العروض والطلبات من دول مختلفة حول العالم، الشيء الذي جعلني أشعر أن علينا مسؤولية جسيمة في تعريف شعوب العالم بثقافاتنا وزينا التراثي. بدأت سارة في تعلم حياكة الملابس من والدتها وبعد تخرجها من الجامعة كمهندسة، لكنها لم تجد نفسها في ذلك التخصص وعادت الرغبة في تصميم الأزياء تلح عليها. وفي بداية الحرب سافرت سارة إلى الأردن لعلاج والدتها هناك، التحقت بمعهد جي إس سي وهو تابع لوكالة تصميم أزياء إيطالية، ونالت منه درجة الدبلوم بتفوق في مجال تصميم الأزياء. الكاتب عبد الرحمن الراشد كتب عن عام ليبيا واليمن وسوريا في صحيفة الشرق الأوسط وقال في أجزاء من المقال: أهلا بعقد العشرينيات الجديد من القرن 21، انقضى عقد دائم وهل علينا هلال آخر جديد، فكيف ستشرق الشمس على المنطقة من إيران إلى قطر وحتى ليبيا في وسط هذا الخراب؟ المتفائلون بعامنا الجديد 2020 ربما هم المخدرون أو من يتعاطون الحشيش، مع هذا قد يكون عاما أفضل، فهناك فسحة من الأمل وإشارات تدعو للتفاؤل بناء على المستجدات، ولا أنكر أنني أتفائل بلا حظ وقلما تفلح الأماني. الأفضل في العام الجديد موعودة به دول اليمن وسوريا وليبيا، حيث أننا من هذه المناطق المنهارة نلتقط إشارات سلام محتمل، والأسوأ أن أزمات العراق ولبنان ستستمر نتيجة ارتباط البلدين بالوضع في إيران، وإيران بدورها وضعها معلق بنتائج الانتخابات الأمريكية إلى ما وراء العام الجديد. ماذا عن سراب المصالحة الخليجية في الخلاف القطري الذي تراءى للبعض أن فيه انفراجة منذ شهرين تقريباً؟ الحقيقة الأزمة القطرية ليست حالة مستعصية، مجرد خلاف يمكن حله في لحظة مثل حروب ألعاب الفيديو، لا تؤثر كثيرا على المنطقة. أعتقد أن التطور الأبرز المحتمل سيكون في ليبيا، فدخول روسيا عسكريا تطور خطير يحدث لأول مرة أن تعود إلى شمال أفريقيا منذ أن أخرجها من مصر الرئيس الراحل أنور السادات في السبعينيات، كما أن زيادة تركيا تسليحها جماعات طرابلس سيزيد من الاهتمام الدولي وسيحفز على التفاهم وليس الصدام. أما في سوريا فقد استهلكت نار الحرب كل الحطب، مأساة إنسانية لا مثيل لها، والإرهاق أنهك الأطراف كلها وهي في مرحلة مستعدة فيها للقبول والتعايش. وفي اليمن المتمردون الحوثيون في أسوأ وضع عسكري منذ بداية الحرب، ومعظم أخبارهم الرسمية تبكي من نقص المدد وتتهم التحالف بأنه استولى في عرض البحر على وارداتهم من البنزين والقمح، ولهذا قد نشهد انفراجة في اليمن خلال الأشهر المقبلة، حيث يقبل الخصوم بحل يمنحهم الحد الأدنى من مطالبهم، متمنيا لمنطقتنا عقد يعمه السلام. تقول صحيفة العربي الجديد إن آمال وتطلعات اليمنيين تختلف من شخص إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، لكنهم يجمعون على الرغبة في أن يكون هذا العام نهاية لمأساتهم جراء الحرب وبداية لحياة جديدة ملؤها الأمن والسلام وضمان توفير احتياجاتهم المعيشية.
يأمل الطبيب مجاهد البحري أن يودع عام 2019 كل الأحداث المخيبة للآمال، ويقول للعربي الجديد: أتمنى أن يحمل العام الجديد السلام والوئام، وتنتهي المخاطر المحدقة باليمن، وتتلاشى الأمراض التي انتشرت أخيراً. أما المصور أحمد حسين الأشول لم يذهب بعيداً في تطلعاته، حيث يأمل أن يكون العام الجديد فرصة للتسامح أو فرصة للتسامح بين المتخاصمين في اليمن، ويقول: أعيش في صنعاء لكنني غادرتها عام 2015 واستقريت في مأرب، لا أستطيع العودة إلى عائلتي في صنعاء إلا إذا انتهت الحرب. المعلمة في المدرسة الحكومية في صنعاء فاطمة عبد الواسع تتمنى أن يأتي العام الجديد ببشرى وهي حل مشكلة الرواتب، وتضيف: لا أعتقد أن هناك من يستطيع تحمل ما تحملناه من معاناة جراء حرماننا من الرواتب منذ 3 سنوات، ولا يجب أن يستمر هذا الوضع. أمة الله صالح تأمل أن ترى أبنائها الذين غادروا صنعاء، وتقول: عندما هاجر أبنائي هربا من الحرب وعدوني بأن تكون عودتهم قريبة، لكن مرت نحو 4 سنوات ولم يعودوا بعد. فواز حداد كتب في صحيفة العربي الجديد عن صناعة الحرب وقال في مقاله: جرى اعتقاد بأن الحروب في العالم قد وضعت أوزارها بعد الحرب العالمية الثانية. هذا الاعتقاد نفسه أعقب الحرب العالمية الأولى بأنها حرب تنهي كل حرب. طبعاً كان تفاؤل البشر ساذجاً أو في غير محله. تجددت القناعة بانتهاء الصراعات حتى الباردة منها مع سقوط جدار برلين، وكالمعتاد كانت الدول التي تتحكم بالسلام والحرب عند أسوأ ظنون البشرية، فالسلام كان أبعد ما يلوح في الأفق. لم يخفي الغرب تخليه عن مسؤولياته بعدما ترك شعوب العالم المتخلف نهباً للحروب الصغيرة بدعوى أنه يمكن التحكم بها طالما أنها محدودة يسهل إخمادها مثلما يسهل إشعالها. تحيلنا التحليلات الرصينة إلى أن الحرب هي الحل الذي تلجأ إليه الإنسانية كوسيلة جذرية لتسوية النزاعات بعد استنفاد جميع الحلول البديلة الممكنة. لكن هذه الرصانة تغفل أن الحرب لم تكن وسيلة جذرية لتسوية النزاعات، فالحرب لم تنتهي إلا لأنه كان هناك منتصر ومهزوم، والحل الذي وضعته لم تراعي فيه العدالة، ما أدى إلى نشوب الحرب العالمية الثانية بعد انتهاء الأولى 20 عاماً. فالحرب تترك وراءها رابحين وخاسرين وقضايا إضافية ستكون محل نزاع في المستقبل. في الدفاع عن الحرب تبدو مقولة استخدام الشر للخلاص من الشر أكثرها تداولاً وإقناعاً، بينما المعنى الحقيقي لهيمنة الشر هو أنه لا مكان للعقل في حل النزاعات. العقل بما هو عامل خير وسلام. الحروب المحلية مستمرة بين الأنظمة الفاسدة والمعارضات الشعبية، تشارك فيها الدول الإقليمية والكبرى دون ما أخذ فساد الأنظمة وشرورها بالاعتبار، بل مصالحها الاستراتيجية ونزاعاتها الإمبراطورية. وكان مما أنتجته إحياء تقليد قديم باستخدام مرتزقات عالميين أو إعدادهم تحت عناوين دينية، ما يسمح لدول خارجية بالإسهام بالقتل والتدمير من دون أن تنسب إليها. وإذا كان في ادعائها أنها غير مسؤولة عن إيجاد فرص عمل للمحاربين عابر الجنسيات، فالمقصود بكل وقاحة تخفيف المسؤولية عنها كدول تعمل على إرساء السلام في العالم. ماتت مريضة في مستشفى في رومانيا بعد أن اندلعت النار في جسدها أثناء عملية جراحية كانت تخضع لها، والسبب بحسب موقع شبكة البي بي سي استخدم الجراحون مطهرا يحتوي على الكحول قبل إجراء العملية الجراحية للمرأة التي كانت تعاني من سرطان البنكرياس. وبعد ذلك استخدم الجراحون مشرطا كهربائيا لامس الكحول فتسبب بإشعال النار في جسد المرأة البالغة 66 عاما على طاولة العمليات. تضيف الشبكة: عانت المرأة إثر ذلك من حروق طالت 40% من جسدها وماتت في المستشفى بعد أسبوع من الحادثة. وقال أفراد من عائلة الضحية لوسائل إعلام رومانية إنه لم يتم إبلاغهم بجسامة الوضع أو تفاصيل ما حدث، حيث تم إبلاغهم فقط بأن ما حصل كان حادثاً. أضافوا: اكتشفنا بعض التفاصيل من وسائل الإعلام حين أذاعتها محطات تلفزيونية.
لا نوجه اتهامات، نريد فقط أن نفهم ما حدث. وزير الصحة الروماني فيكتور كوستاش تعهد بالتحقيق في الحادثة الصادمة وقال في بيان: نأمل أن نتعلم من هذا الحادث المقلق. أنا وفريق وزارة الصحة الذي أديره سنبذل قصارى جهدنا لكشف الحقيقة. وأضاف نائب وزير الصحة هوراتيو مولدوفان أنه كان يجب على الجراحين أن يعلموا أنه من الممنوع استخدام مطهر يحتوي على الكحول أثناء العمليات الجراحية التي يستخدم فيها المشرط الكهربائي. يعد الفيلم الكوميدي هوم ألون وحدي في المنزل من أشهر أفلام العصر الحديث المرتبطة عند المشاهدين باحتفالات استقبال أي عام جديد. وعرض الفيلم لأول مرة كما تقول صحيفة الشرق الأوسط في نوفمبر من عام 1990. وسبب توقيت عرضه وقصته ارتبط الفيلم بأجواء الشتاء واحتفالات رأس السنة الميلادية. وتم تسليط الضوء على سلسلة وحدي في المنزل هذا العام بشكل أكبر بسبب حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ظهوره في الجزء الثاني من الفيلم وحذف إحدى القنوات الكندية لمشهد ترامب عند عرضها للفيلم هذا العام. وتدور أحداث الفيلم حول الطفل كيفن ماكاليستر الذي لم يتجاوز الثامنة، تتركه أسرته بالخطأ سهوا في المنزل في الوقت الذي تسافر فيه العائلة في رحلة إلى فرنسا، فيقابل عددا من المفاجآت مع اثنين من اللصوص يخططان لسرقة المنزل. الفيلم من بطولة ماكولي كولكين الذي يبلغ من العمر حاليا 39 عاما وكاثرين أوهارا وجون هيرد وجو بيشي، وحقق إجمالي إيرادات بلغ 477 مليون دولار وكان سببا في شهرة أبطاله. يودع الكاتب جلبير الأشقر سنة 2019 ويقول عبر صحيفة القدس العربي: استفاد عسكر الجزائر والسودان من دروس تجربة زملائهم المصريين في سنوات الربيع العربي، فحرصوا على إبقاء زمام العملية السياسية بين أيديهم في وجه الحراكين الشعبيين العارمين اللذين شهدهما البلدان. سيستمر الغليان الشعبي في الجزائر وإن تحتم على الحراك أن يجد سبلاً جديدة، وانبغى عليه أن يستنبط إطاراً تنظيمياً موحداً ملائماً لمواصلة النضال من أجل تغيير حقيقي وجذري للنظام، على غرار ما أفلح الحراك السوداني بالتزود به من إطار، والأمر ذاته سوف يتحتم على الحراكين العراقي واللبناني اللذين يفتقدان أيضاً لمثل الإطار التنظيمي المذكور. وبالطبع فإن مستقبل المنطقة مرهون بمصير القطبين الإقليميين الرئيسيين المضادين للثورة، ألا وهما المملكة السعودية التابعة للإمبرالية الأمريكية ونظام ولاية الفقيه الإيراني المتحالف مع الإمبرالية الروسية. وقد بدأ النظام الإيراني يتصدع، ولن يطول الوقت قبل أن يتصدع النظام السعودي بدوره، ومصير النظامين المحتوم والهلاك كسائر أنظمة الاستبداد والفساد. فقد بات من الجلي تماما أن ما بدأ قبل 9 سنوات هو سيرورة ثورية طويلة الأمد، دخلنا في سنتها العاشرة، السنة الأخيرة من عقدها الأول، وسوف تتواصل السيرورة لعقود عديدة طالما لم يحصل التغيير الشامل والجذري الذي لن تخرج المنطقة العربية بدونه من دوامة صدام الهمجيات وتعود إلى سكة التقدم التاريخي. موقع شبكة البي بي سي نشر مجموعة مختارة قال إنها أفضل الصور التي التقطها مصورو وكالة الأنباء حول العالم خلال عام 2019. نتابع.
في آخر فقرة من حلقتنا لهذا اليوم، اختار معد البرنامج مجموعة من رسوم الكاريكاتير والتي تعبر عن قضايا عديدة. نتابع. بالكاريكاتير نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.